بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة كنز فور كيدز أند موم. حابب بس أسلم على المتابعين الجداد وأقول لهم منورين القناة، ولو في أي حاجة أنتوا عايزينها أعملها لكم اكتبولي في الكومنتات، وما تنسوش تشجعوني بلايك عشان أعمل لكم وصفات أكتر. النهاردة بقى جاية لكم إن شاء الله بوصفة جميلة وحلوة قوي، الأكلة الرسمية للشتاء، شوربة العدس. عندنا هنا راس توم، وعندنا بنجرايه وثلاث جزرات صغيرين، وطماطمايه وبصلايه وبطاطسايه، وكوبايه عدس مغسول متنقي ومغسول كويس. انا في الطبيعي بعمل ثلاث قطيات على كوبايه العدس، بس عشان انا عندي بنجرايه حلوه اهي، فهي هتديني اللون الاحمر اللي انا عايزاه وهتعلي الفايده بتاعته، وهحط برده قطايه عشان برده القطه مفيده. هنشوف بقى هنعمله ازاي. هحط كل ده في حله، واحط حبه ميه بالظبط لحد نص الحله، وهوريكم بعد كده ان شاء الله بعد ما يستوي هوريكم بقى عامل ازاي. خليكم معايا. ده شكل العدس اهو بعد ما حطيت كل حاجه في الحله، ودي الميه. بصوا الميه لحد فين، ياخد غلوه بقى ويستوي الحاجات مع بعض، وهاجي هوريكم بقى ان شاء الله بعد ما يستوي. رجعت لكم تاني بعد ما خلاص الحاجه كلها استوت. بصوا اللون، بصوا اللون الاصفر الجميل، مع ان في بنجرايه بس ما اثرتش على لون العدس، والبنجرايه اهي والقطايه اهي، كل حاجه اهي. مضربه بقى بالهاند بلندر واصفيه، واجي اوريكم بقى ان شاء الله واحنا بنقدمه. بصوا انا هنا حمرت حبه شعريه عشان افضيهم مع العدس، عشان يبقى ايه شوربه عدس بالشعريه. هصفيه بقى وهوريكم هعمله ازاي ان شاء الله. بصوا بقى احنا بنصفيه ازاي. بصوا كل الحاجات دي المفروض متبقاش في العدس، التفل بتاع الخضار. هخلص بقى اصفيه وهسوي الشعريه فيها، هوريكم ازاي هسويها، وهجيلكوا تاني بقى وانا بغير. ما حبيت اجي اوريكم بعد ما صفيته. بصوا لونه محمر شويه ازاي. لو انت بتحبيش لونه يبقى احمر كده وعايزه لونه يبقى اصفر، ما تحطيش بنجرايه كامله، ممكن تحطي نص واحده بس. انا عشان عايزه استفيد بالقيمه بتاعه البنجر، فانا بصراحه ما بلاقي اي حاجه احط فيها بنجر، فما بتاخرش بصراحه. يعني الواحد انت عارفين بقى الامهات والحمل والرضاعه، فمحتاجين كل اي حاجه فيها حديد، فانا ما بصدق بصراحه احط اي حاجه فيها بنجر. فبصوا اهو املحه بقى، واحط ملح وفي حبه فلفل اسود، واحط عليه الشعريه، وهوريكم بقى ان شاء الله في الاخر العمل ازاي. رجعت لكم تاني بعد ما حطيت الملح والشعريه. بس عايزه اقول لك حاجه، اول ما تحطي الشعريه لازم تفضلي تقلبي عشان ما تلزقش تحت، تفضلي قلبي لغايه ما الشعريه كلها تاخد من العدس. هيستوي بقى وهغرفه وهوريه لكم في الاخر العمل ازاي. بصوا ده شكله في الاخر بعد ما استوى الشعريه. وبصوا مفيش اي لون للاحمر خالص ولا للبنجر، وهو لونه اصفر جميل اهو. هتطلع حبه ملح، ظبطت الدنيا، وبالهنا والشفا. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناه، ولو في اي حاجه اكتبيلي في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.